السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما سبق وأن قلنا في عدة فيديوهات أن الحدود المغربية ستفتح يوم 15 في شهر 7، فهذه هي الموانئ التي حددها المغرب لإسبانيا لاستقبال المهاجرين في هذا الصيف، أو ما يسمى بعملية العبور، عملية مرحبا 2020 باسو ديل استريتشو. العملية تعطلت هذا العام شهر، وذلك لسبب الأزمة الصحية التي يعيشها العالم. فهذه هي الموانئ التي ستشارك في تنظيم عملية مرحبا 2020 واستقبال المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، الذي يبلغ عددهم 3.5 مليون تقريبا، و750 ألف سيارة التي ستمر من هذه الموانئ في هذا الصيف إن شاء الله. ويمكن أن يكون العدد أقل هذه السنة، وذلك بسبب الأزمة الصحية. فهما طنجة، طبعا طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومرتيل، ولكن المغرب استثنى المغرب سبتة ومليلية، وهذا سيكون مشكل، ممكن أن يكون مشكلا هناك. ولم ترد إسبانيا بعد على هذا الجدول الذي صرح به المغرب، الذي يضم 11 شركة نقل، ويمكن أن يكون لهذا الاستثناء مشكل أو تأثير على عملية العبور، لأن الحكومة الإسبانية تريد أن تفك العزلة والحصار التجاري الذي ضربه المغرب على المدينتين أكثر من سنتين. واستثناءهم من عملية العبور يعد هو الأول من نوعه منذ أكثر من 34 سنة، فهذا يعد استفزازا مباشرا لإسبانيا. ولم تجب الحكومة الإسبانية، لم ترد على هذا الاستثناء، ونتمنى أن يكون خير إن شاء الله. وفي الختام، اللي بغى يسافر للمغرب ما ينساش هذيك الورقة ديال الاختبار، تيست ديال كوفيد 19 سلبي، ونتمنى سفر مريح وبسلامة للجميع. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، والله المستعان.